بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم الأرض وطبقاتها، الصف الثامن، علوم مدارس الوطن العربي. بالبداية كنا بنعرف إنه بالدروس الماضية أو بالصفوف الماضية إنه الأرض هي عبارة كانوا يشبهوها العلماء بالبيضة، بتتكون من عدة طبقات أو عدة أغلفة رئيسية اللي هي القشرة والستار واللب. ولكن مع تطور العلم قدرنا نعرف إنه الأرض ما بتتكون من ثلاث طبقات رئيسية فقط، وإنما بتتكون من طبقات وأنطق رئيسية وثانوية. لو بدنا نعرف هذا الإشي نطلع كتابنا صفحة 92 الشكل 7 على 1. عنا نطق الأرض الرئيسية، عنا نطلع عنا القشرة نوعين، قشرة قارية وقشرة محيطية، طبعا كل واحد له سمك وعمق معين، وعنا الستار السفلي والستار العلوي، وعنا لب خارجي ولب داخلي. إذا عنا 6 طبقات أو 6 أنطقة للأرض. نبلش واحدة واحدة فيهم. أول إشي عنا القشرة. زي ما حكينا إنه القشرة بتنقسم إلى نوعين، أول نوع قشرة قارية، وتاني نوع عنا قشرة محيطية. هلأ القشرة القارية بتميزها أو بيختلف عن القشرة المحيطية، أول إشي بتتكون من صخور اللي جرانيت، ثانيا إنه كثافتها قليلة تقريبا 2.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب، كثافتها قليلة. طيب شو بتفرق القشرة القارية عن القشرة المحيطية؟ القشرة المحيطية لا، تتكون من صخور البازلت، هم طبعا سواء الجرانيت أو البازلت هي عبارة عن صخور نارية. بالنسبة للكثافة رح تكون كثافتها أعلى بقليل من القشرة القارية، وهي 3 غرام لكل سنتيمتر مكعب. من خلاله بنقدر نعرف إنه القشرة هي عبارة عن طبقة هشة رقيقة ضعيفة، بتكون من تجمعات والرسوبيات من التربة والصخور اللي صار لها عمليات تجوية وتعري وغيرها. طبعا هي جزء البسيط أو الأبرد اللي بنقدر نعيش عليه إحنا ونمارس نشاطاتنا عليه، سواء زراعة، سكن، إلى آخره. إذا القشرة زي ما إحنا شفنا. تاني جزء من أجزاء أو نطق الأرض عنا الستار. طب شو المقصود بستار؟ طبعا كلنا بنعرف انه الستار هو عبارة عن جزء اللي بيلي او يعني بيأتي بعد القشرة، يعني الجزء الثاني من طبقات الارض. عندنا نوعين من الستار، عندنا الستار العلوي هو بيجي مباشرة بعد القشرة، وعندنا الستار السفلي. طب شو اللي بيميز ستار علوي عن السفلي؟ انه هون عنا عمق الستار العلوي من 35 كيلومتر ل 660 كيلومتر، اما بالنسبة للستار السفلي من عمق 660 كيلومتر لحد 2890 كيلومتر. بالاضافة انه الستار السفلي بتكون من مواد او صخور متجانسة، يعني كلها تقريبا نفس التركيب، معظمه غني بالعناصر التالية: السيليكون والمغنيسيوم والحديد. إذا العمق بيختلف بالإضافة إلى المكونات: سيليكون، مغنيسيوم، الحديد اللي بتميز فيها الستار السفلي. أما ثالث جزء أو ثالث مكون من طبقات الأرض هو اللب، وهو طبعا النطاق أو الغلاف اللي موجود في مركز الأرض. إذا اللب أيضا، اللب عنا بتكون من نوعين: لب داخلي ولب خارجي. هلأ اللب الداخلي بتكون بشكل رئيسي من عنصرين اللي هم حديد ونيكل، وبكون موجود بالحالة الصلبة. إذا الحالة الفيزيائية لللب الداخلي حالة صلبة، أما اللب الخارجي بتكون أيضا من الحديد والكبريت والأكسجين، ولكن يوجد بالحالة السائلة. إذا اللي بيميز اللب الداخلي عن اللب الخارجي إنه اللب الداخلي صلب بينما هون سائل. هون اللب الداخلي بتكون حديد ونيكل، بينما اللب الخارجي بتكون من حديد وكبريت وأكسجين. نطلع على كتابنا صفحة محل تطوير المعرفة صفحة 94، بحكينا قام العلماء بوضع المزيد من التقسيمات التفصيلية لنطق الأرض اعتمادا على صفاتها الفيزيائية كما في الشكل 7 على 2. أدرس الشكل واعتمادا عليه استنتج التقسيم الجديد لنطق الأرض مبينا السمك والحالة الفيزيائية للصخور. كنا نطلع على الشكل
بلاحظ انه بالاضافه انه عندنا لب داخلي ولب خارجي، ستار سفلي وستار علوي، وعندنا قشه، في تقسيمين جداد العلماء اكتشفوهم، عندنا شيء اسمه الغلاف اللدن والغلاف الصخري. طب شو هم، شو حالتهم الفيزيائيه، شو خصائصهم؟ نطلع على الجواب. عندنا اول شيء الغلاف الصخري، من اسمه غلاف صخري، هو غلاف بيمتد من القشه الارضيه حتى الجزء العلوي من الستار، يعني من القشه الارضيه لحتى الستار العلوي، متوسط سمكته تقريبا 100 كيلومتر، بتكون من صخور صلبه. بما انه بنحكي عن غلاف صخري اذا صخور صلبه. اما بالنسبه للغلاف اللدن، كلمه لدن يعني خلينا نحكي شبه مائع، او يعني اقل صلابة من الغلاف الصخري. هو غلاف بيجي بعد الغلاف الصخري وعمقه من 100 كيلومتر الى 700 كيلومتر. بما اننا بنحكي على لدن زي ما حكينا انه صخوره فيه شبه مائعة او لدينة، يعني مش كتير صلبة زي الغلاف الصخري. طيب نطلع على كتابنا صفحة 95 التقويم والتأمل، بحكينا السؤال الاول قارن بين طبقات الارض الاتية من حيث السمك والحالة الفيزيائية والكثافة. الف القشر القارية والقشر المحيطية، با ستار العلوي وستار سفلي، جيم اللب الداخلي واللب الخارجي. طبعا عم نعمله على شكل جدول زي ما احنا شايفين. عنا نطق الارض الستة، القشرة القارية المحيطية، ستار العلوي، ستار السفلي، اللب الداخلي، اللب الخارجي. نقارن من حيث السمك، الحالة الفيزيائية يعني هل صلب سائل غازي مثلا، وعندنا الكثافة. اول شيء القشرة القارية حكينا عنها قبل شوي انها هي 35 كيلومتر، وضعها صلب، بتتكون من صخور الجرانيت، حكينا صخور نارية، وكثافتها اقل او قليلة 2.7 غرام لكل سنتيمتر مكعب. اما القشرة المحيطية اللي بتكون اسفل المحيطات 7 كيلومتر سمكها، طبعا حالتها الفيزيائية صلب، بتتكون صخور البازلت، برضه هي صخور نارية، كثافتها اعلى بشوي من القشرة المحيطية وهي 3 غرام لكل سنتيمتر مكعب. بعدين عندنا الستار العلوي من 35 ل 660 كيلومتر كسمك، اما حالته الفيزيائيه يعني بتكون مواد لدنه يعني مش كتير صلبه، كثافته قليل الكثافه. بعديها بيجي عندنا الستار السفلي، سمكه من 660 ل 2890 كيلومتر، بتكون من صخور صلبه ومتجانسه، هذا بالنسبه للحاله الفيزيائيه، وكثافته بما اننا بنحكي عن صخور صلبه اذا رح تكون كثافته عاليه. بعديها بيجي عندنا اللب الداخلي من 5155 كيلومتر لحد 6371 كيلومتر كسمك، طبعا حالته صلبة حكينا لأن تكون حديد ونيكل، والكثافة رح تكون قليلة. آخر شيء عندنا اللب الخارجي اللي هو بيجي فوق اللب الداخلي من 2890 كيلومتر ل 5155 كيلومتر، حالته الفيزيائية سائل حكينا، بتكون حديد وكبريت وأكسجين، وبالنسبة للكثافة رح تكون عالية.